اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو عواش تبع مركز المحموديه محافظه البحيره يوم 9/3/2023، وتعالوا نشوفوا الذكوره البقري التربيه في اسواق المحموديه مع تجار المحموديه. صباح الخير يا معلم. صباحك ابد ان شاء الله. عرفنا باسمك. محمد الركيبي. المعلم محمد الركيبي من الركيبي. الركيبي من المحموديه. الله يبارك لك يا معلم. بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه كده حاج محمد؟ عمر سنة ولا اقل شويه؟ يعني نقوله مثلا 11 شهر 10 شهور في الحدود دي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اسعار عامله يا حاج محمد النهارده في السوق؟ ليه وده هو ب 40000. الاثنين ب 40000. 21 19 21. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يعني اسعار السوق دي حلوه عن اللي فات ولا؟ يا عم الحمد لله. متحسنه اعلى ولا اوطى؟ هي كويس. يعني بزياده ولا باقل؟ لا باقل شويه. اقل شويه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يرخيها لعباده يا حاج محمد. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. والاثنين اللي في ريحهم دول مع بعض ولا مش معاك؟ دول بس اللي معاه يعني شغال في العجول الذكوره الجنيه على طول. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه. 012 012 8 93 72 500. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالك وحال الجميع ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. العجول الذكوره التربيه مع المعلم سمير. عرف المشاهد بقيت الاسم والمكان يا عم سمير. سمير صبح ابو الخاوي من ابو حمص طريق الجنويه. طريق الجنويه. ابو الخاوي ثانيه في كوم حماده اهلي وبلدي وعيال عمك. عيال عمك برضه. الله يبارك لك. انتوا ناس محترمين وبتحكم حماده ناس محترمين. الله يبارك لك. واحنا بناخدوا المصداقيه من حنكك انت. الله يبارك لك. الاسعار فيها تحسن النهارده؟ في تحسن النهارده. في تحسن. سوق ابو هواش يا جماعه اهوت المعلم سمير الله يبارك له. السوق في تحسن يا جماعه. عمر قد ايه معلم سمير؟ والله كده دول يخشوا على السنه كده. يخشوا على السنه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. مال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. يا حاج ابراهيم شوف الحاج ابراهيم. بسم الله ما شاء الله. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. عمر سنة كده حاج سمير كم وكم بمرد الله كده حاج سمير؟ دوت اللي عمله ربنا 18150. 18150. عشان في ناس بتسمع التصوير بقول لك دي ب 16000 الصعيد يجي وبعدين نشيلوه زي ما احنا عايزين. لا احنا اللي بنقول بتقول اللي بتبيع بيه. وادي ناس من اسيوط معانا هنا ايه؟ ناس محترمين. أيوة انسوا النهارده رجالي اسيوط وتجار اسيوط الناس المحترمين. أيوة اللي هم اللي منورين في السوق. الله يبارك لك. الصعيد كله بفضل الله. الصعيد البحيره اعتبر البحيره خربت. الصعيد ناس محترمين ومشرفين نفسهم في كل مكان. الله يبارك لهم ويستحالوا. صباح الفل. الله اكبر. الصعيد منورين في سوق ابو هواش المحموديه بحيره يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. انا لسه النهارده يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. انس نورت معاك قناه المواشي اليوم يا دكتور. يا الصعيد نورت كلها في البحيره النهارده يا دكتور. الله اكبر. انس نورت في البحيره يا دكتور النهارده. الله يبارك فيك. بسم الله ما شاء الله. انس نورت بتوع اسيوط النهارده في البحيره الناس المحترمين زباين المعلم سمير الله يبارك له. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. راجل محترم وانتم محترمين يا غالي. الله يبارك لكم. الله يبارك لكم يا غالي. بسم الله ما شاء الله. قلت لنا الاسعار كام وكام يا معلم سمير؟ قلت لك ده 18150. 18150 39 مع بعض. مع بعض 39 و50 جنيه. اللي عمله ربنا بنقوله. الله يبارك لك. عشان الناس بتتفرج على الصور وبتسمع الاسعار برضه. بسم الله ما شاء الله. مالك من مالح حلو يا معلم سمير الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. معاك حاجه ثانيه غيره مع معلمي؟ معانا بس عديك كمان. خلاص ادينا الرقم. انت معروف اللي معاك من زيادة. الله يبارك لك. لو حد عايز حاجه موجوده يعني. جو تحت امره. واحد عايز خمس حتت حتتين ثلاثه. اللي عايز اي شيء تحت امره. الله يبارك لك. ادينا الرقم يا معلم سمير. 011 51 62 70 4-2. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لك ويصلح حالك يا معلم سمير. صباحك ابيض. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.